لانا محمد ترد على هديتها في عيد ميلاد بنين ستارز. شاهدوا المزيد من التفاصيل. مؤخرا كما يعرف الجميع احتفلت بنين ستارز بعيد ميلادها 21 سنة بحضور العديد من المشاهير، وقامت بنين بعدها بفتح هدايا العيد ميلاد، ومن ضمن الهدايا كانت هدية لانا ولين اللي كانت عطر من سيفورا، وهذا الشيء اللي خلى الجمهور يعلق انه لانا ولين هدوا الهدية من الهدايا اللي عم توصلهم من سيفورا، وهذا الشيء اللي خلى لانا ولين يطلعوا بستوري ويوضحوا انه الهدية اشتروها. بقولوا ان احنا نعطي هدايا من الاشياء اللي توصلنا. اوكي اول شيء لا ماشي لا جايز، احنا يعني احنا بنفكر على فكره، بنفكر ان احنا البوكس هذا اللي وصلنا يعني. اوكي مثلا قررنا نعطي حدا هذا البوكس، واصل لكل يوتيوبرز، فاحنا اكيد ما راح ناخذ من البوكس ونعطيهم. باي ذا واي انا بصور لما اشتري هديه عشان هاي التعليقات اللي تطلع هيك انه انتم بتشتروا ما ادري شو، بس لا يعني احنا كنا احنا بنشتري على فكره، احنا بشر طبيعي. افتح صندوقك لانكم. اللي جبناها لبنين من ميلادها عن جد؟ والله العظيم عشان تعرفوا انه نحن اشترينا هاي اكبر. نمر إلى بسن إسماعيل اللي صرحت إنه بنتها المستقبلية راح تكون أحلى منها. إلا بنتي أنت؟ لا بنتي حتطلع يا الله. أنا كانت شيز كيك أكيد أنا واثقة. لك بنتي أنا حتطلع شيز كيك. حتطلع يا جماعة حتطلع اون فاير، حتطلع بسن صغيرة. اسمعوا أي بسن والله حتحط لي بجيبتها صغيرة رح أحس. إيه صح. شو بتقصدي؟ يعني حتطلع احلى مني. اي بعرف.